قال يتفضل مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل من الحفل. ممكن نستعرض جزء من الحفل. قدامنا واحنا بنعلق. واحنا بنعلق بالظبط. ممكن مجلس إدارة الأهلي بالكامل يشرفنا هنا، وده فكرة النادي الأهلي المؤسسي. كابتن هو خطيب رئيس النادي، ولكن في النهاية في مجلس إدارة وعمل بيخص مجلس إدارة النادي الأهلي. كل التوفيق طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل على رأسهم الكابتن محمود الخطيب، وأعتقد لحظات تاريخية. وبالنسبة للبعض اللي بيتساءل عن فكرة ملعب السلام، حق الانتفاع النادي الأهلي فقط لغير اللي هيلعب، وحتى الآن هو في مذاكرة تفاهم ما اهتمش العقد، إن شاء الله من أول يناير ممكن نلعب بفارس نادي الإنتاج الحربي، لكن مؤكد تدريبات الإنتاج الحربي هتتنقل عليه، لأن طبعا ده ملعبهم، ولكن التدريبات الخاصة بالنادي الأهلي ممكن قطاع الناشئين أو مدينة نصر هتتنقل لفرع السلام، وده هيقلل التكدس شوية. مش القطاع بس الأول، مش الفريق الأول يا أحمد، عندك القطاع تقدر تروح تتدرب، لأن في ملعبين فرعيين، وكمان أنت بتتكلم في إن استاد السلام والملعبين الفرعيين والنادي الأهلي هيتوفر له 55 مليون جنيه كعائد سنوي. طبعًا إحنا بنتكلم جمهور النادي الأهلي برضه عشان اللي بيطرح علينا التساؤلات، أنا حابب أقول إن تكلفة إنشاء استاد زي أليانز أرينا كانت وصلت لحوالي 320 مليون يورو، المبلغ ده يقرب من 6 مليار جنيه مصري. النادي الأهلي بيفكر تفكير عملي مرتبط بالمعطيات والظروف المتاحة، وده فعلا يا أحمد زي ما قلت التفكير خارج الصندوق، أنا بوفر فكرة عاجلة لحد مشروع الكبير قائم، ولكن في معطيات تسمح. احنا بنشوف يا احمد متوسط الحضور الجماهيري في الموسم نتيجة الظروف ونتيجة بعض التحفظات على حضور الجمهور في المباريات بيكون متوسط منخفض، كمان مش كل المباريات كان بيبقى فيها جماهير، فبالتالي انا لازم اشتغل المعطى بتاعي وفقا للي حاصل. فطبعا كانت فكرة استاد السلام فكرة رائعة جدا، خصوصا ان زي ما قلنا بتوفر تدريبات للفرق، وكمان انت هتقدر تعمل، انا نفسي ده بقى التيكت سيزون اللي موجود في العالم كله، التذاكر الموسمية تقدر تبيعها باسعار، يبقى كل سواء لاعضاء النادي او من خارج اعضاء النادي. كمان موضوع الصعيد احنا استعرضنا احمد الانشاءات او الحاجات الموجودة، ولكن انا شايف برضو في حاجة مختلفة تماما، فكرة توجه النادي الاهلي المرتبط بان هو بيوصل لاماكن جغرافيا لها علاقة باتساع دور المجتمعي واتساع دور المؤسسي، وان انت توصل يا احمد لقطاعات كان يمكن النادي الاهلي مش قادر يتواصل معاها، سواء من خلال رؤيته الاقتصادية او من خلال الافكار الخاصة بالنادي الاهلي. انت بتوصل لاماكن انت كنت بعيد عنها، وكل ده هيكون له تأثيره. ودي بداية كمان. دي بداية، وده كمان تفكير بعيدا عن هو اقتصادي، هو تفكير سياسي في المقام برضو الاول. كل دي حاجات وكل دي تطورات وكل دي بدايات، إن شاء الله إن إحنا نشوف طفرة كاملة ونشوف طفرة على مستوى كل حاجة، حتى القناة أحمد زي ما قلنا أكيد في تطوير، أكيد أستاذ محمد كامل عنده أفكار لأنه هو دايما في جعبته كثير من الأفكار، وده اللي هننتظر نشوفه الفترة الجاية من النادي الأهلي. ده استكمال لكلامك، في نقطة تانية كمان مهمة، يعني النادي الأهلي لما خد أرض مدينة نصر كانت صحراء تقريبا، بدأ الشراء الأراضي حوالين النادي الأهلي. النادي الأهلي لما خد في التجمع الخامس الناس اللي موجودة حوالين أرض النادي الأهلي بيبيعوا الوقت إن أنت بجوار النادي الأهلي، فأعتقد هتحصل نقلة نوعية جدا لمدينة السلام، وجود النادي الأهلي أو استاد النادي الأهلي ده كله بيسري المجتمع. وبعدين يا أحمد عايز أقول حاجة، أنت أربع فروع، أنت بتتكلم في أندية كبيرة جدا بتحاول لسه توصل للفرع التاني، أنت عندك مؤسسة عندها قناة من 2008، الأندية بتسعى أن هي يكون عندها المشروع ده كبداية، أنت بتتكلم عن عمل مؤسسي يا أحمد. أكيد بالتأكيد، وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح، وخطوة تعد بداية، وإن شاء الله منتظرين الكثير والكثير، وإن شاء الله نشوف فروع أخرى تانية للنادي الأهلي في كل ربوع مصر، عشان هو ده دور النادي الأهلي المؤسسي، وطبعا بيزيد من شعبية النادي الأهلي وارتباط المواطن، اي حاجه عليها اسم النادي الاهلي كل مشجع اهلاوي بيتمنى تكون قريبه جدا منه. فكان فرع الصعيد هو البدايه، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله القادمه.